السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد الدكتور تبارك الله عليك. مرحبا مولاي إدريس. أنا تبارك الله عليك. أعزك الله أخويا. الطاقم الإذاعي ديالكم. شكر الله لكم أخويا. كيداير الصحة لاباس عليك؟ من الحامدين الشاكرين لله تعالى. كيداير الجو في كازا عندكم؟ والله طيب الحمد لله، ممتاز الحمد لله. لله ولله الحمد، مزيان الدواء هانية. الحمد ربي ونشكروه. ولله الحمد طيب. والله إلا نفرح نهار نهضر معك ذاك النهار نفرح إن شاء الله ونبات هاني ونبات فرحان. الله يزيدك فرحة في فرحة وتكون إن شاء الله من أهل الله وخاصته. سؤال. يا أخويا مرحبا. على بعد الصلاة. نعم سيدي. جماعة. إيه. كاين اللي بعد الصلاة كيهزوا داك المعروف كيدعيو مع الناس وكيدعوا لله. نعم. وبالتالي كيسالي وكاين اللي ما كيهزش هذاك الدعاء كاين اللي ما يديروهش. نعم. واحد الموضوع الصباح مع شي دراري. إيه. وبقاو واحد الدري قال لهم ها كيفاش هذاك المعروف كاين اللي كيهز داك المعروف كاين اللي ما يهزوش. إيه. كلم واحد السيد قال لهم لا، قال لهم هذاك المعروف ما عندوش شي معلقة مع الصلاة. كيتصل بالصلاة ديالك ما عندك شي معلقة مع ذاك المعروف هذاك الدعاء هذا. اييه اخويا اييه. واحد الآية واحدة أخرى في القرآن الكريم في 19. نعم. أعرف هذيك الآية ديال إن الذين كفروا كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. نعم. لا تستحلم الأبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجم في سم الخيار. نعم، حتى يلجم الجمال في سم الخيار. هذيك الآية الله يجازيك بها. واخا خويا واخا خويا بإذن الله. دعاء الوالدة راه عندي عيانة شوية إن شاء الله ما بقاتش كما كانت، راه كامل شوية لاباس الحمد لله. يا ربي يا كريم. نسب الله سبحانه وتعالى يشافيها ويبارك لي في الوالدين ديالي إن شاء الله وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم آمين يا رب. ولي أنا نطلب من الله سبحانه وتعالى يرزقني الله زوجة صالحة وذرية صالحة إن شاء الله. يا رب السي إدريس الله يصح الشباب ديالك يا رب. نطلب من الله جميع المسلمين أن يزيد الدين ويقولوا آمين. بإذن الله. واحد الدري ولد أختي راه عيان مسكين شوية عنده واحد العامين، ولا نطلب له الشفاء من الله سبحانه وتعالى. اللهم آمين يا رب. وجزاك الله خيرا السي الطيب. شكرا لك سي إدريس. بارك الله فيكم وفي جميع المسلمين إن شاء الله. آمين آمين، شكرا لك أخويا إدريس. والسؤال ديال الأخ إدريس من وجدة سؤال وجيه، هو أن بعض المرات كيوقع نقاش في المسجد ما بين المصلين، هناك بعض الإضافات التي نجدها في بعد الصلاة في بعض الطقوس، فالصلاة واضحة كلنا الحمد لله متفقين عليها، ويكفينا شرفا أن في مساجدنا عندنا أئمة كلهم تم تعيينهم بعد التأكد من سلامة عقيدتهم وتمكنهم من فقه الفروع، وعندهم ما يسمى بدليل الإمام. فكل إمام في المسجد في بلاد المغرب راه ما يمكن الإمام يلج إلى المحراب ويصلي بالناس حتى يأخذ التزكية من المجلس العلمي ومن السلطات المحلية، ومن خصائصها أنه يكون متمكن من أحكام الصلاة وفق المذهب المالكي، وعارف أحكام القرآن وأحكام السنة على الأقل فيما يتعلق بالصلاة وبالمسجد. فهذا باتفاق كامل. لكن أشكال القول بعد السلام، هناك في السنة النبوية اللي وارد هناك أذكار معروفة، غير كنقولوا السلام عليكم السلام عليكم، كتجلس أول ما كتقول ثلاث مرات أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لما ثلاث مرات أستغفر الله؟ لما وقع لك في صلاتك من سهو أو نسيان أو خلل. ثم بعد ذلك كتقول الأذكار المسنونة في السنة النبوية الشريفة، مجموعة من الأذكار، ثم كتقول بقية الصالحات، ثم من السنة أن تقرأ آية الكرسي وتقرأ الإخلاص والمعوذتين. هذا هو اللي ثابت في السنة، أنك كتقول بعد السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك. أذكار معروفة طويلة. ثم البقية الصالحات 33 مرة سبحان الله، 33 مرة الحمد لله، 33 من الله أكبر هي 99، وكنكمل 100
بلا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم كنقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين. هذا هو اللي ثبت في السنة. لكن كنلقاو بعض الناس كيزيدوا أشياء أخرى، كيزيدوا مثلا واحد الفاتحة، واحد الفاتحة كيقولوا فاتحة للأشياخ والمحدثين والمحبسين، حتى الناس اللي حبسوا المساجد وحبسوا المتاجر وحبسوا الممتلكات لصالح أهل القرآن وطلبة العلم، كيديروا بفاتحة، فاتحة للأشياخ والمحدثين، وكي الفاتحة للسلطان، وفاتحة لعموم المسلمين. هذا كيتسمى كيف قلتي، كيتسمى المعروف. هذا ماشي في السنة، هذا كيتسمى المعروف. الناس تعارفوا عليه، أنه ما دام الناس اجتمعوا وقد أدوا الصلاة كما هي منزلة في الكتاب وواردة في السنة النبوية الشريفة، وقالوا الأذكار، كيزيدوا أشياء أخرى سموها معروفا. والقرآن الكريم ربنا عز وجل قال وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأمر بالعرف شيء تعرف عليه الناس، شيء حسن، أنهم كيديروا الصلاة الإبراهيمية عقب الصلاة. هذا كله قد يقول البعض بأنه بدعة وبأنه زيادة في الدين، لكن الآخر يقول لا، حاشا وكلا أن تكون بدعة، نحن لم نأتي إلى الصلاة والتقرب إلى الله تعالى من أجل إحداث البدع، وإنما هذا معروف حسن اتفق عليه الصالحون والفقهاء والعلماء. غايته كندير واحد الفتحة واحد دعوة للجميع، فهذا زيادة في الخير، لا نقول بدعة. لأن البدعة ما هي البدعة؟ المبتدع هو الذي يخلق شيئا لكي يهدم أركان الدين، عنده في قلبه غاية هي أنه يبعد الناس عن الدين فيطمس معالمه ويغيرها، عنده مقصد خبيث. أما هؤلاء مؤمنون صادقون طاهرون، قصدوا بيت الله، أدوا الصلاة ودروا البقية الصالحات، ومن بعد زادوا واحد الخير آخر اللي هو هذا الأدعية، واختموها بالصلاة الإبراهيمية. وفي المغرب والعشاء كيديروا الحزب الراتب، هل نقول أيضا بدعة؟ نعم إنه بدعة، لكنه بدعة حسنة، أي نعم بدعة لكنه بدعة حسنة، لأن البدعة فيها الحسنة وفيها المدمومة السيئة. المدمومة السيئة غايتها هي أن تبعد الناس عن الدين، لكن البدعة التي غايتها أن تقرب الناس إلى الدين وأن تحييه في قلوبهم، هذه بدعة حسنة. كما ذكر سلطان العلماء العز بن عبد السلام، حتى قال بأن البدعة لها خمسة أشكال، هناك البدعة المباحة والبدعة الواجبة والبدعة المستحبة تعتريها الأحكام الشرعية الخمسة، والبدعة المكروهة والبدعة الحرام. فهذا ما يسمى أخي إدريس، يسمى بالمعروف، وهو أمر مشروع وأقره علماء الأمة في مغربنا العزيز، ولا ضير فيه. وحرص أن تتجنب الجدال والنقاش مع بعض الشباب، ربما يدعي يعتقد بأن الصواب عنده، وقد يؤدي هذا الكلام إلى فتن، إلى جدال، إلى غير ذلك. فما دام هذا في مساجدنا بإقرار من علماء المجلس العلمي بالبلد، فلا شك ولا ريب أنه مباح، بل إنه مطلوب ومرغوب. أخي سيدريس، عن الآية التي ذكرتها، ربنا عز وجل يتحدث عن المشركين والكفار والمنكرين، قال بأنهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل سم الخياط. هؤلاء المتشككون والملحدون والمنكرون لوجود الله تعالى، ثم ازدادوا كفرا، ثم ازدادوا وصاروا دعاة للكفر. فرق بين المتشكك وبين الكافر وبين الداعية للكفر، هذا خطير جدا. هذا تجده يضاد أمر الله ويشكل عقول أخرى للناس كلها منافية للإيمان. ربنا عز وجل قال ما دام أنه ازداد كفرا، فربنا يتوعده بتوعد شديد، نسأل الله السلامة والعافية، بأنه لن يدخل الجنة، حتى قال حتى يلج الجمل في سم الخياط. صور الجمل، ربي أعطى المثال بواحد المخلوق معهود عند العرب وهو الجمل. الجمل باعتباره مخلوق حيوان ضخم، ضخم جدا، يلج من سم الخياط، يعني ذاك المخيط البرا فيها واحد تقيبة صغيرة وراك يدخل من الخيط. يعني واش ممكن منطقا وعقلا وواقعا أن الجمل ينفد من ثقب المخيط؟ أبدا، ما يستطيع. فقال هكذا، أعطى الله مثال توضيحي
بأنهم مطرودين من رحمة الله، ما داموا أنهم أنكروا وجود الله وقد خلقهم وقد أبدعهم من عدم، كانوا عدم فصاروا خلقا، وأعطاهم الله السمع والبصر والعقل والفؤاد، وأعطاهم الله تعالى الحياة وهبهم الحياة، وخلق لهم الأزواج وأعطاهم الذرية، ومن قبل أعطاهم الوالدين والإخوة والأشقاء، وأعطاهم هذا الكون الفسيح بسمائه وأرضه وخيراته وبحاره وسهوله وأنهاره، وأعطاهم الله تعالى أنهم صاروا أطوارا يقومون يكبرون ويتطورون، ودائما يتنعمون من خيرة الله، مأكولات ومشروبات، لحوم وقطاني وفواكه وخيرات لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وآتاكم من كل ما سألتموه. كل هذا ضربوه على عرض الحائط وأنكروا وجود الله هؤلاء، وازدادوا كفرا، ازدادوا كفرا. ربنا عز وجل يتوعدهم بأنهم ما داموا رفضوا دين الله فلا نصيب لهم في الدار الآخرة. لهذا نسأل الله السلامة والعافية، كل واحد منا عليه أن ينتبه ويجدد إيمانه، لأن الحياة ممكن تخسر أي شيء، تخسر صفقة تجارية، تخسر في المدرسة ما تنجحش، تخسر في علاقة زوجية، تخسر في أي مجال، مش مشكل يعوض ربي، لكن أكبر خسارة لا تعوض أن تخسر إيمانك بالله تعالى ثم تلقى الله تعالى وأنت بدون إيمان، هذه خسارة أبدية ليس لها تعويض أبدا. لهذا نحرص أيها الأحبة الكرام على أن نجدد الإيمان في قلوبنا، ونسأل الله دوما، نقول اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أمين يا رب العالمين. أخي إدريس، أصلح الله شبابك وأعز الله أمرك وشافى هذا الطفل الصغير وبارك في العائلة، واختار الله لك زوجة صالحة. آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.